الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، إمام المتقين ورحمة الله تعالى للعالمين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى أن قال: باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة. قال: حدثنا موسى قال أخبرنا الربيع بن عبد الله ابن خطاف عن حفص عن الحسن قال: إن استطعت ألا تنظر إلى شعر أحد من أهلك إلا أن يكون أهلك أو صبية فافعل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابته الكرام الأبرار الأطهار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة الفضلاء. في هذا اللقاء المتجدد مع هذا الكتاب المبارك الأدب المفرد من تصنيف الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وقدس روحه في عليين، وكنا قد وقفنا في الأسبوع الماضي عند هذا الأثر عن الحسن البصري رحمه الله، وتكلمنا على كثير من مسائله وشرحنا المقصود، ونعيد باختصار مقصود الحسن رحمه الله أن يبين ماذا يجوز لك أن تنظر إلى محارمك، وخصوصا البنت الصغيرة أو الصبية. فبين رحمه الله أن المنبغي أن الإنسان لا ينظر إلى محارمه إلا في المواطن التي أباحها الله عز وجل، وهي مواطن الزينة التي ذكر الله تعالى في قوله: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وذكرنا في الأسبوع الماضي ما هو المقصود بقوله إلا ما ظهر منها، أي من مواطن الزينة. ولا شك أن مواطن الزينة تكون فوق الأماكن التي يجوز لك أن تنظر إليها، وهي الوجه مثلا أو اليدين أو الرجلين أو الشعر، وهذه كلها من مواطن الزينة التي يجوز للرجل أن ينظر فيها إلى محارمه. وأما الرجل مع زوجته فقد بينا المقصود بهذا، ثم أيضا البنت الصغيرة أن يجوز لك أن تنظر إلى شعرها، وذكرنا هذه المسائل في الأسبوع الماضي، وبينا أن المقصود الحسن هو أن يكون الإنسان منضبطا بضوابط الشرع في هذه الأمور المهمة، وذكرنا العورات وتقسيماتها. فالمقصود بهذا الأثر هو ما ذكره البخاري تحت هذه الترجمة، وهي قوله في ترجمة الباب: باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة، وأن هذا لا بأس به إذا كانت جارية طفلة صغيرة لم تبلغ حد التمييز، فهذا لا بأس به، إلا كما ذكرنا في الأسبوع الماضي، إلا إذا كان هذا الفعل يثير بعض التهمة أو الريب أو الظن السيء، فإن الإنسان يجب عليه أن يبتعد عن مواطن الريبة ومواطن التهمة، وذكرنا هذه الأمور بالتفصيل في الأسبوع الماضي. نعم يا شيخ. قال: باب مسح رأس الصبي. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال: حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، وأقعدني على حجره ومسح على رأسي. يقول البخاري رحمه الله: باب مسح رأس الصبي. وهذه الأبواب التي نتدارسها في هذه الليلة هي من ضمن الأبواب التي بدأها البخاري في كتابه عن الآداب المتعلقة بالصغار، بعد أن ذكر بعض الآداب المتعلقة بالكبار. وقوله هنا: باب مسح رأس الصبي، يعني مشروعية هذا الفعل، وهذا يدل على كمال الشفقة والرحمة التي يجب أن تكون تجاه الأطفال وصغار السن. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا يحيى ابن أبي الهيثم العطار. يحيى ابن أبي الهيثم العطار هو الكوفي،
ثقة قال حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام. يوسف بن عبد الله بن سلام الإسرائيلي المدني أبو يعقوب صحابي صغير وذكره العجلي في ثقات التابعين، وهذا بعيد. الصواب أنه صحابي من صغار الصحابة، توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، له روايات صالحة. يقول يوسف بن عبد الله قال سماني رسول الله يوسف، وأقعدني على حجره ومسح على رأسي. هذا القول من يوسف رضي الله عنه يدل على أنه صحابي، يدل دلالة قاطعة على أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام وجلس معه وخاطبه وتكلم معه، فهذا دليل صريح ونص صريح أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه وفعل معه هذه الأمور الثلاثة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تسميته بيوسف وإقعاده على حجره ومسح رأسه. فهذه الأفعال الثلاثة دلت دلالة صريحة على أن يوسف رضي الله عنه من الصحابة، وهو من صغار الصحابة. هذه الأفعال التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام مع يوسف هي من لطائف الأفعال ومن دلائل الخلق الحسن الذي كان يتمتع به النبي عليه الصلاة والسلام مع جميع شرائح المجتمع، وخصوصا مع هذه الشريحة، شريحة الأطفال وصغار السن. فقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الجلسة هذه الأمور الثلاثة، التي أولها أنه سماه بيوسف، وتسمية النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الطفل بيوسف فيها لطيفة ومغزى، وذلك أن أباه هو عبد الله بن سلام من كبار أحبار اليهود الذين أسلموا، وتعلمون قصته حينما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وكان عبد الله ينظر إليه ويريد أن يتأكد من خاتم النبوة، ثم بعد ذلك أسلم وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستدعي كبار الأحبار من اليهود ويسألهم عنه، ففعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عبد الله مختبئا في الغرفة، فلما سألهم عن عبد الله بن سلام قالوا عالمنا وابن عالمنا، مدحوه. فقال أرأيت من أسلم؟ قالوا حاشاه أن يسلم، لا يمكن أن يسلم. فخرج عبد الله بن سلام من مخبئه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فسبوه وشتموه وتغير قولهم عنه في نفس اللحظة وفي نفس الوقت، مما يدل على أن اليهود قوم بهت وقوم سوء وكذب، كما أراد عبد الله بن سلام أن يبين. فالمقصود أن عبد الله بن سلام كان من كبار أحبار اليهود، ويوسف هذا الاسم هو اسم نبي الله يوسف ابن يعقوب المشهور المعروف أنه أحد أكرم أنبياء بني إسرائيل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فسماه بيوسف لهذه اللطيفة ولهذه المعنى، وهي أن يوسف عليه السلام هو من أنبياء بني إسرائيل، وعبد الله هو من بني إسرائيل اليهود الذين أسلموا، فناسب أن يسميه بهذا الاسم. هذا فيه تحبب وتلطف إلى يوسف الابن الصغير وإلى عبد الله أبيه الذي كان يوما من الأيام من كبار أحبار اليهود. وأما الفعل الثاني الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الطفل الصغير وهو يوسف، أنه أقعده على حجره. وهناك يعني فائدة في قضية تسمية الأسماء. النبي عليه الصلاة والسلام له منهج في هذا الأمر، فكان صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء التي فيها محذورات شرعية أو مخالفات أو يظن أو يتوقع أو يظن أن يكون فيها شيء من التزكية، كما غير اسم برة، وأيضا يغير الأسماء التي لا تلائم ولا تنبغي، وكثير من الأسماء غيرها النبي عليه الصلاة والسلام مثل مرة وغير. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقبلون هذا التغيير من النبي عليه الصلاة والسلام ويمتثلون أمره صلى الله عليه وسلم،
إلا ما كان من جد سعيد بن المسيب رحمه الله، واسمه حزن بن أبي وهب المخزومي، فإنه رفض أن يغير اسمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه وأسلم بين يديه سأله عن اسمه فقال حزن، فقال لا بل أنت سهل، لأن الحزن معروف وهو الصعوبة والعسر. فالنبي عليه الصلاة والسلام غيره إلى سهل، فرفض حزن، قال والله لا أغير اسما سمانيه أبي، ورفض أن يمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ليس بالأمر الواجب لكنه مشروع، يعني باب الإرشاد والندب والاستحباب والواجب والمنبغي أن يقبل فيه تسمية النبي عليه الصلاة والسلام. قال سعيد بن المسيب رحمه الله، وسعيد بن المسيب رحمه الله قال فما زالت الحزونة فينا بعد، يعني يقصد بالحزونة شدة الخلق وعسر الخلق ما زالت فيهم، وهذا أمر ذكره أهل السير عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه كان شديدا وكان عسرا في خلقه، وهذا يعني كما قال سعيد من أسباب أو من نتائج عدم قبول جدهم أن يغير اسمه من حزن إلى سهل. أما قضية الإقعاد، إقعاد الطفل هذا في حجره، فهذه أيضا من الملاطفة والشفقة والرحمة بالصغار، حينما تأخذ الصغير والطفل الصبي تأخذه وتلاطفه وتقعده في حجرك، هذا من باب الشفقة والملاطفة، وهذا أمر مشروع ومندوب، لأن هذا الفعل يؤثر في نفسية الطفل فيجعله يقبل على هذا الرجل ويقبل منه ما يقول ويحببه إليه ويشعره بالعطف والرحمة والحنان، وهذا هو الذي يجب أن يكون مع الأطفال. وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر مع أكثر من طفل، وكان واحدا منهم أقعده على حجره فبال، بال على حجر النبي عليه الصلاة والسلام ودعا بماء فنضحه على حجره على الثوب، لأنه كان ذكرا لم يأكل الطعام. وأما الفعل الثالث وهو مسح الرأس، مسح رأس الصبي، فأيضا هذا من الملاطفة والمؤانسة التي ينبغي للكبير أن يؤانس بها الأطفال، فيمسح على رأسهم، وهذا يدل على العطف والحب والرحمة لهؤلاء الأطفال. ومسح الرأس أيها الإخوة فيه يعني إشعار للطفل بأنه قريب وأنه آمن وأنه يتلطف معه، فيزيد حبه وتزيد الشفقة عليه، وخاصة إذا كان الصبي يتيما، خاصة إذا كان الصبي يتيما لم يبلغ الحلم، فإن المشروع هو أن تأخذه وتضمه إليك وتمسح على رأسه وتلاطفه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين في الحديث الصحيح أن مسح رأس الصبي اليتيم يعطيك الله عز وجل بكل شعرة حسنة، بكل شعرة في رأس الصبي ووقعت عليها يدك يعطيك الله تعالى بها حسنة، فانظر كم هناك من شعرة في رأس الصبي هذا اليتيم، وهذا كله باب الملاطفة، وخاصة اليتيم، لأن اليتيم كما هو معلوم طفل مكسور الجناح أصيب في والديه أو في أحدهما، فكان من الواجب على المجتمع وعلى رجال المجتمع ونساء المجتمع أن يحيطوا هذا اليتيم بكل حب ورأفة وعطف وحنان حتى لا يشعر بأي نقص. ولذلك أيها الإخوة نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا وكافل اليتيم كهاتين يعني في الجنة، مما يدل على مشروعية هذا الفعل وعظمة مكانته والأجر الكبير المترتب على هذا الفعل. والذي يظهر أيها الإخوة أن هذه الأفعال الثلاثة، وهي تسمية الطفل وإقعاده على حجره ومسح رأسه، أنها كانت في مجلس واحد، كانت في مجلس واحد كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله. هذا الحديث أو الأثر أخرجه أحمد والطبراني وسنده صحيح، والشاهد منه هو مسح رأس الصبي، وكما ذكرنا أن ذلك من الأمور المشروعة التي فيها ملاطفة للصبي ومؤانسة له. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى:
حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. نعم. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن حازم قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، سبق التراجم هؤلاء الرواة فيما مضى، قالت: كنت ألعب بالبنات. تقصد عائشة رضي الله عنها بالبنات هذه الألعاب التي هي في زماننا هذا تسمى بالعرايس، التي تكون للبنات الصغار وهي مشهورة ومعروفة لدى الجميع. وعائشة رضي الله عنها كانت حديثة السن، صغيرة السن، فمعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهي بنت 6 سنوات وعقد عليها، ثم دخل عليها بالمدينة وهي بنت 9 سنوات، وقيل غير ذلك، لكن هذا المشهور المعروف. فكانت حديثة السن، صغيرة السن، ومثلها في سنها تحتاج إلى كثير من الملاطفة والمؤانسة والسماح لها والرحمة بها، أن تفعل مثل ما يفعل صويحباتها في مثل سنها. فكانت عائشة رضي الله عنها تجتمع عندها صاحباتها ممن هن في مثل سنها، فيجتمعن ويلعبن بهذه البنات التي تسمى بالعرايس، وهي معروفة ومشهورة، وكانت في ذلك الزمان يصنعونها من القطن ومن القماش مع بعض الأعواد، ويجعلونها كهيئة البنت ويلعبن بها وينسجن حولها كثيرا من الأحاديث والقصص وما يصنع مع الأطفال. فكأن هذه الألعاب التي تسمى بالبنات أو بالعرايس كأن فيها تربية لهذه البنت كيف تتدرب على أمور البيت وأمور رعاية الأطفال والبنات إذا كبرت، ففيها مصلحة، فيها مصلحة وفيها فائدة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على عائشة رضي الله تعالى عنها حينما دخل عليها ورآها تلعب بهذه البنات مع صويحباتها. وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم وملاطفته وأدبه مع زوجاته، ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع زوجاته منهج راقي، منهج عظيم، وفيه كثير من النماذج والتفصيلات، ولعل الله ييسر في قادم الأيام أن نفرد لذلك حديثا في منهج النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع زوجاته عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهن، وخاصة عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها كانت من أحب أزواجه إليه، بل هي أحب أزواجه إليه بعد خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكانت هناك معاملة خاصة لعائشة رضي الله تعالى عنها، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يعنفها ولا يقسو عليها، بل يشفق عليها ويرحمها ويسمح لها بمثل هذه الأمور التي ليس فيها حرج وليس فيها مانع شرعي، بل فيها مصلحة من باب الترويح ومن باب التنفيس ومن باب التربية والتدريب وغير ذلك من المصالح الكثيرة. وكما تعلمون أن عائشة رضي الله تعالى عنها سمح لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون لعبتهم المشهورة في فناء المسجد النبوي، وكانت متكئة على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام تقول: وما بي حاجة أن أنظر إلى هؤلاء إلا أن أرى مكانتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام يسمح لها أن تنظر ويقول: أفرغت يا عائشة؟ فتقول: لا، تريد أن ترى مكانتها عند النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الزوجة التي تكون في مثل سن عائشة صغيرة السن ينبغي على زوجها ويشرع لزوجها ألا يعاملها بالقسوة أو بالغلظة أو بالشدة أو بالقسوة، فإن هذا غير مشروع ولا ينبغي، بل يجب عليه أن يراعي حداثة سنها وصغر سنها ويسمح لها بكثير من اللهو المباح وبعض الأفعال وبعض الأعمال التي ليس هناك مانع شرعي منها،
وهي يعني من باب التنفيس على هذه البنت الصغيرة التي تزوجت في هذا السن، وهذا من الأمور المشروعة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنستفيد من هذا أن هذا أمر مشروع، لذلك لم ينكر النبي عليها صلى الله عليه وآله وسلم. وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه. قولها ينقمعن أي يسرعن في الاختفاء والاختباء، وهذا من حيائهن ومن فطرتهن التي فطروا عليها من الحياء والستر والحشمة والخجل من النبي عليه الصلاة والسلام. فكنا ينقمعن يعني يختبئن ويختفين في أي مكان في البيت، وغالبا يكون وراء الستر الذي كان في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، كما سيأتي قصة هذا الستر الذي كان في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها. فيختبين وراء الستر، فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويدعوهن، وفي رواية أنه كان يمسح على رؤوسهن، وهذا هو الشاهد من هذا من ترجمة الباب، من ذكر هذا الحديث في ترجمة الباب. في بعض الروايات أنه كان يدعوهن ويلاطفهن ويمسح على رؤوسهن، ثم يسربهن يعني يبعثهن ويرسلهن إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فيكملن اللعب معها. يعني يا أخواني، هذه من كرائم الأخلاق التي والله قل أن تجدها في مثل هؤلاء العظماء الكبار. يعني هذا النبي عليه الصلاة والسلام في جلالته وقدره ورفعة مكانته عليه الصلاة والسلام وكثرة أعبائه وأشغاله، يجد هذا الوقت لهؤلاء البنات الصغار اللاتي كنا يلعبن مع عائشة رضي الله تعالى عنها، فيلاطفهن ويمسح على رؤوسهن ويداعبهن، ثم يرسلهن إلى عائشة رضي الله تعالى عنها ليكملن اللعب معها. أي خلق أيها الإخوة كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وأي عظمة كانت عليها شخصيته العظيمة صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا والله يا إخوة فيه درس لنا بليغ، وأي درس؟ درس للأزواج ودرس للآباء والأمهات، أن يتقين الله سبحانه وتعالى وأن يتقوا الله عز وجل فيما تحت أيديهن. فالمرأة والبنت أو الزوجة أو الطفلة سرعان ما تتأثر بأي كلمة أو بأي تصرف من الأب أو من ولي الأمر. وكما ورد في صفة النساء، وقد ذكرنا ذلك فيما مضى حينما وصفهن النبي عليه الصلاة والسلام بالقوارير، وقلنا الحكمة في ذلك تشبيههن بالزجاج الذي هو سريع الكسر، وإذا كسر الزجاج وتشعب لا يمكن أن يعود كما كان، لا يمكن أن يعود كما كان. فالمرأة قلبها رقيق جدا مثل الزجاج، فإذا كسر في الغالب أنه لا يعود كما كان. وكسر المرأة المشهور أنه طلاقها، وهناك صور كثيرة لكسر المرأة، ولذلك يجب على الزوج وعلى الأب أن يراعي هذا الأمر المهم جدا في نفسية زوجته وفي بناته، ويحافظ على مشاعرهن قدر ما يستطيع، يحافظ على مشاعرهن قدر ما يستطيع، لأن المرأة إذا كسر قلبها ففي الغالب أنه لا يعود كما كان، تشعب هذا الكسر، وقد يطول وقد يتشعب إلى تشعبات كثيرة، فلا تعود الزوجة كما كانت سابقا ولا تعود البنت كما كانت سابقا إلا أن يشاء الله غير ذلك. فهذا درس أيها الإخوة، وأي درس وأدب بليغ لنا نحن معاشر الرجال أن نراعي المرأة ونراعي الزوجة والبنت والأخت كذلك. وأعظم ما يجب أن تراعيه هو الأم الوالدة، فإن حق الأم عليك حق عظيم، أعظم الحقوق هو حق الوالدة، ثم يأتي بعد ذلك حق الأب، ثم الزوجة والبنات والأخوات. فهذا أمر مهم جدا، وكثير من الناس أيها الإخوة لا يراعون هذا الأمر، فقد يتلفظ بلفظ بذيء
أو يسب أو يشتم زوجته أو يلعن، وهذا حاصل من كثير من الأزواج هداهم الله وعفى الله عنا وعنهم، أو يضرب أو يتصرف تصرف مشين مع زوجته يقصد بذلك أن يؤذيها أو أن يكسر مقامها أو قلبها أو أن يؤثر عليها فيجرح شعورها أو يجرح قلبها. والمرأة إذا جرحت كما قلت لا تعود كما كانت سابقا. يجب عليك أيها الرجل أن تراعي هذا الأمر، أن تراعي هذا الأمر، وأن تعلم أن المرأة خلقها ليس كخلقك، فطرتها وجبلتها وقلبها وعقلها ليس كعقلك وليس كقلبك. أنت قد تتحمل أشياء كثيرة لكن المرأة لا تتحمل أشياء كثيرة، وهذا أمر مشاهد أيها الأخوة، أمر معلوم. وكذلك البنات، من رزق من هؤلاء البنات شيئا فليصبر عليهن وليراعيهن وليحافظ على مشاعرهن وعلى قلبهن، فإن مراعاة البنات والصبيات الصغيرات عند الله له أجر عظيم، كما تعلمون الأحاديث الواردة في ذلك، وقد سبق معنا طرف من هذه الأحاديث التي تبين أن الواجب على الأب أن يصبر على بناته وأن يحافظ عليهن، لأنه إذا صبر على البنات فإنهن يكن له حجابا من النار، يكن له حجابا من النار. ويقول الصحابة وإن كانت اثنتين قال وإن كانت اثنتين، وفي رواية صحيحة وإن كانت واحدة قال وإن كانت واحدة. إذا كانت بنت واحدة تحجبك عن النار، إذا صبرت عليها وصابرت وحافظت عليها وراعيت مكانتها فهذا أمر عظيم أيها الإخوة. وهذا يدل، فإنما يدل على مدى حسن هذه الشريعة المباركة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. وانظروا أين هذا الأدب وأين الخلق هذا في مناهج الأرض كلها وفي الملل والنحل الأخرى، لا تجدوا مثل هذا الأدب الرفيع مع النساء، مع الزوجات ومع البنات. ولا تسمعوا إلى من يقول إن هذا ضعف وخور. بعض الناس، بعض الرجال، وأنا أقول هذا بكل صراحة، بعض الرجال يأنف أنه يتأدب مع زوجته ويلاطفها ويرحمها ويشعرها بالحنان والحب، يأنف من ذلك ويتكبر على زوجته، وهذا أمر لا يجوز، لا يجوز. هذا من غلظ الأعراب ومن الجفاء الذي لا ينبغي للمسلم أن يتحلى به. إذا كان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الخلق والذي لا يمكن أبدا أن يأتي أحد يداني هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غبار نعله عليه الصلاة والسلام، رأينا منه هذه النماذج وما لم يذكر أكثر من ذلك. يعني سئل النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس عام، سأله عمرو بن العاص يا رسول الله من أحب الناس إليك، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال عائشة. عائشة، من يقول هذا منا اليوم؟ من يتجرأ أن يقول هذا منا اليوم؟ الكثير منا أو البعض منا قد يشعر بشيء من الأنفة والكبر، كيف يقول أني أحب زوجتي أمام الناس وأمام الرجال، أو يذكر والدته بالفخر ويفتخر بها، أو يذكر بنته ويفتخر بها. فأيها الإخوة يجب أن نتأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم وبأخلاقه الكريمة عليه الصلاة والسلام، خاصة مع النساء، خاصة مع الزوجات، خاصة مع الأمهات، خاصة مع البنات والأخوات، فإن في ذلك أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها بعد أن رجع من غزوة تبوك، ورأى هذا الستر، وهذه قصة الستر التي ذكرتها آنفا. رأى سترا فيه تصاوير، يعني فيه أمور، فيه بعض الأشكال المصور من ذوات الأرواح، فهتك الستر، لأن الستر مرفوع وكأنه معظم، وهذا لا يجوز. إذا كانت التصاوير أو التماثيل معظمة فهذا لا يجوز كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. فهتك هذا الستر ثم
لما هتكه انكشف ما وراء الستر. فماذا كان؟ كانت بنات عائشة، بنات عائشة رضي الله تعالى عنها. فقال: يا عائشة، ما هذا؟ إيش هذا اللي وراء الستر؟ قالت: هؤلاء بناتي. فرأى في هؤلاء البنات الألعاب العرائس الصغيرة، رأى فيها فرسا ذا جناحين. فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أفرس وجناح؟ ما هذا، له جناحان؟ قالت: ألم تسمع أنه كان لسليمان عليه السلام خيل لها أجنحة؟ فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه الشريفة صلى الله عليه وسلم. يعني هذا من أدب، الأدب اللطيف مع زوجته. يعني فرس له جناحين، قالت: أم أنت ما سمعت أنه في سليمان عليه السلام كان له خيل وفرس كان له جناح؟ هذا من الأمور التي كانت مشهورة ومعروفة إلى زماننا هذا، أن من أفراس سليمان عليه السلام منها ما كان فيه جناحان. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في قمة الملاطفة والأدب مع زوجته عائشة رضي الله تعالى عنها، مراعاة لسنها ومراعاة لمكانتها. ومن هنا أيها الأخوة، استدل كثير من أهل العلم على جواز أو على استثناء العرائس أو البنات من عموم تحريم التماثيل. وكما تعلمون أن التماثيل والتصاوير ورد فيها الوعيد الشديد من النبي عليه الصلاة والسلام بتحريم اتخاذها وعملها، لأن فيها مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى. فاستدل العلماء بهذا الحديث كون النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تلعب بهذه البنات، ما أنكر عليها، وحينما انقمع صويحباتها أخرجهن ولاطفهن ثم بعثهن إلى عائشة ليكملن اللعب معها. ثم لما رأى بنات عائشة وراء الستر وما حصل من الموقف، كل هذه أدلة على أن هذه البنات أو هذه العرائس والألعاب مستثنى من التحريم، مستثنى من الوعيد الشديد. وذكرنا في بداية هذا الكلام أن هذه العرائس أو الألعاب فيها مصلحة في بقائها وفي السماح بها للصبيات وللصغيرات، في السماح لهن باللعب بها فيها مصلحة وفيها فائدة من باب تدريبهن على أمور البيت وتربية التربية الأولاد وغير ذلك من المصالح التي، وأيضا كذلك من باب الترويح والتنفيس على الصغار في اللعب بهذه الأمور، خاصة وأن البنات يرغبن في هذه الألعاب العرائس ويحببنها كثيرا ويحرصن على اللعب بها، خاصة إذا اجتمعت البنات واجتمع عدد من البنات يحببن اللعب بهذه الألعاب. فأباحت الشريعة لهذه للبنات اللعب بهذه الألعاب وصرح سمحت بها ورخصت في هذه الألعاب، وذلك من كمال الشريعة. والإخوة، كما تعلمون أن الشريعة، شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، فيها من المحاسن الشيء الكثير، ومنها باب الترويح على النفس. الترويح على النفس باب عظيم من أبواب الشريعة بما أباح الله سبحانه وتعالى، كما قال: ساعة وساعة. يعني لا يكون إنسان كل وقته في جد وفي عمل وغير ذلك، بل ينبغي له أن يروح عن نفسه ساعة وساعة. فأجاز كثير من أهل العلم أيها الإخوة اللعب بهؤلاء البنات وبهؤلاء العرائس إذا لم يكن فيها محظورات شرعية. كما تعلمون أن بعضها في هذه الأيام فيه بعض المحظورات الشرعية من التعري ومن الدقة في الصنع، حتى يعني بعضها تتكلم وغير ذلك، فينبغي الحذر من ما كان فيه محظورات شرعية. أما في العموم فإن اللعب بهذه العرائس وبهذا العاب مما أجازه العلماء وقالوا إنه مشروع مستثنى من عموم حديث التحريم، تحريم اتخاذ التماثيل والتصاوير، لأنه كما تعلمون أن اتخاذ التماثيل فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل، وقد حرم الله عز وجل صنع التماثيل وحرم النبي صلى الله عليه وسلم التصوير. ولأن هذا الباب يا إخوة من أعظم أبواب الولوج في الشرك،
كما تعلمون أن الشرك قوم نوح عليه السلام كان من باب اتخاذ التماثيل، صوروها على أشكال صالحيهم، صوروها على أشكال صالحيهم، ثم بعد فترة من الزمن ومرور الأيام والسنين تطور الحال حتى عبدوا هذه التماثيل. فاتخاذ التماثيل فيه من المفاسد الشيء الكثير، ومن أعظمها وأخطرها أنها من أعظم أبواب الشرك. مع مرور الزمن الشيطان يأتي ويسهل ويعني يجعل الإنسان يستمرئ هذا الأمر ويستهين فيه ويتخفف من التشديد في هذا الأمر حتى يصل إلى حد الشرك، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الحديث أيها الإخوة أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، والشاهد منه كما هو معلوم هو ما ورد في بعض رواية الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى البنات انقمعن منه، خجلنا واستحينا واختبأنا وراء الستر، دعاهن فلاطفهن ثم مسح على رؤوسهن. هذا ورد في بعض رواية الحديث، وذكرنا مرارا أيها الإخوة أن البخاري رحمه الله من عادته في التراجم ومن عظيم فقهه في التراجم أنه يترجم أحيانا بترجمة يشير فيها إلى رواية من رواية الحديث، إلى رواية من رواية الحديث وإن لم تذكر في الأصل في المتن في الباب في أحاديث الباب، إنما يشير بذلك إلى رواية وردت من رواية الحديث، وهذا أمر معروف عنه رحمه الله وقدس روحه في عليين. ومن يطالع الصحيح الجامع الصحيح يجد من ذلك شيئا كثيرا، كما نبه على ذلك ابن حجر رحم الله الجميع. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الرجل للصغير يا بني. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة حدثنا عبد الملك بن حميد بن أبي غنية عن أبيه عن أبي العجلان المحاربي قال: كنت في جيش ابن الزبير، فتوفي ابن عم لي وأوصى بجمل له في سبيل الله، فقلت لابنه: ادفع إلي الجمل فإني في جيش ابن الزبير، فقال: اذهب بنا إلى ابن عمر حتى نسأله. فأتينا ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن والدي توفي وأوصى بجمل له في سبيل الله، وهذا ابن عمي وهو في جيش ابن الزبير، أفأدفع إليه الجمل؟ قال ابن عمر: يا بني، إن سبيل الله كل عمل صالح، فإن كان والدك إنما أوصى بجمله في سبيل الله عز وجل، فإذا رأيت قوما مسلمين يغزون قوما من المشركين فادفع إليهم الجمل، فإن هذا وأصحابه في سبيل غلمان قوم، أيهم يضع الطابع. نعم. يقول البخاري رحمه الله: باب قول الرجل للصغير يا بني، يعني هذا من الأمور المشروعة والأمور المحببة والمستحبة، أن تخاطب الأطفال والصغار يا بني، أو البنت الصغيرة تقول له يا بنية، هذا من باب الأدب وبالكمال الشفقة والرحمة، وهذا أمر مشروع. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة حدثنا عبد الملك بن حميد بن أبي غنية، تقدم التراجم الرواة إلا عبد الملك، هذا فهو عبد الملك بن حميد بن أبي غنية الخزاعي الكوفي ثقة، قال عن أبيه، وأبوه هو حميد بن أبي غنية وهو صدوق، عن أبي العجلان. أبو العجلان هذا هو المحاربي وهو مجهول الحال، مجهول الحال، لم يروي عنه إلا اثنان، ولم يوثقه إلا العجلي، فهو مجهول الحال. هذا الأثر الذي ذكره أبو العجلان المحاربي يبين فيه أنه كان في جيش ابن الزبير، وجيش ابن الزبير هو عبد الله كما معلوم، وسبقت ترجمته فيما مضى. عبد الله بن الزبير بن العوام صحابي جليل معروف له فضائل ومناقب كثيرة، وكان عبد الله بن الزبير قد رفض أن يبايع يزيد بن معاوية وخرج عليه واستقل بالحجاز، ثم بعد وفاة يزيد خرج مروان بن الحكم يريد أن يأخذ الخلافة، فرفض عبد الله أن يبايع واستقل بالحجاز، ثم استقل باليمن، ثم استقل بمصر وبالعراق
وبأغلب الشام، وكاد أن يكون هو الخليفة، كادت خلافته أن تطبق الأرض، ولكن لم يريد الله عز وجل ذلك. فلما تولى عبد الملك بن مروان الخلافة أرسل إليه الحجاج بن يوسف الثقفي، وهو المعروف المشهور. فجاء الحجاج بن يوسف الثقفي بجيش إلى مكة، لأن عبد الله بن الزبير كان في مكة متحصنا بمكة، وتعلمون القصة وما حصل فيها من تفصيلات كثيرة. المقصود أن أبا العجلان هذا المحاربي كان في جيش عبد الله بن الزبير، كان في جيش عبد الله بن الزبير، وتوفي ابن عم لأبي العجلان هذا، وكان هذا قد وصى قبل أن يموت أن هذا الجمل يكون في سبيل الله، يعني يوقف على المجاهدين في سبيل الله. فلما علم بذلك أبو العجلان ذهب إلى ابن عمه وقال إن أباك قد أوصى بهذا الجمل أن يكون في سبيل الله، فأنا أريد أن أخذه لأني في جيش ابن الزبير، على ظنه أن هذا القتال الذي حصل بين ابن الزبير وبين الحجاج أنه من القتال المشروع الذي هو في سبيل الله. فلم يقتنع هذا الرجل بكلام أبي العجلان، وقال نذهب نسأل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وابن عمر كما معلوم هو من أفقه الصحابة رضي الله عنهم، ومن أكابرهم ومن ساداتهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما ذهبوا إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه وشرحوا له الأمر، وقال هذا الرجل قال إن أبي توفي وقد أوصى بهذا الجمل أن يكون في سبيل الله، وهذا يريد، يعني أبو العجلان هذا يريد أن يأخذ الجمل وأن يستفيد منه وينتفع به لأنه كما يزعم أنه في سبيل الله. فماذا رد عليه ابن عمر رضي الله تعالى عنه؟ قال يا بني، وهنا موضع الشاهد من هذه الترجمة، يا بني موضع الشاهد هنا، إن سبيل الله كل عمل صالح، فإن كان والدك إنما أوصى بجمله في سبيل الله، فإذا رأيت قوما مسلمين يغزون قوما من المشركين فادفع إليهم الجمل. وهذا واضح، جواب واضح، يعني يقصد ابن عمر أن ما يفعله ابن الزبير وما فعله هذا أبو العجلان أنه ليس من سبيل الله، ليس من الجهاد المشروع الذي شرعه الله عز وجل، وهو أن يقاتل قوم المسلمون قوما كافرين مشركين. هذا هو الجهاد المشروع الذي شرعه الله عز وجل ورتب عليه الفضائل الكثيرة. قال فإن رأيت قوما مسلمين يغزون قوما من المشركين فادفع إليهم الجمل، فإن هذا، يعني يقصد أبا العجلان المحاربي، فإن هذا يعني أبا العجلان وأصحابه يعني جيش ابن الزبير في سبيل غلمان قوم أيهم يضع الطابع، يعني إنما يقاتلون قتال فتنة، يقاتلون قتال فتنة، قتال من أجل الدنيا، يقاتلون من أجل أن يكون أحدهم رئيسا فيضع الطابع، والطابع المقصود به هو الأوامر والنواهي التي تصدر من الخليفة أو الرئيس أو الأمير أو غير ذلك، يريد واحد منهم أن يكون هو الرئيس، فيتقاتلون على الدنيا ويتقاتلون على هذا الأمر، لذلك كان هو قتال فتنة، لذلك لا يجوز المشاركة في قتال الفتنة. وهذا هو كلام ابن عمر وما قاله، وهذا هو الفقه بعينه، وهذا هو المنهج الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة. القتال إذا كان قتال فتنة يجب أن يبتعد الإنسان عنه ويحذر، لذلك اعتزل كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم القتال الذي حصل بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك ما حصل من معركة الجمل كما هو معلوم. فكثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل أغلب الصحابة كما قال ابن تيمية وأكثر الصحابة، اعتزلوا هذا القتال وتركوا هذا القتال ولم يشاركوا أبدا في هذا النوع من أنواع القتال. القتال المشروع هو الجهاد في سبيل الله الذي شرعه الله عز وجل وأمر به وحث عليه، وهو معلوم وواضح وبين وليس فيه أي إشكال، وأن يكون القتال بين المسلمين وبين المشركين وبين الكفار. ولذلك يا الإخوة من هنا نعلم الخطأ الكبير والضلال العظيم الذي وقع فيه كثير من أبناء المسلمين حينما يذهبون ليقاتلوا في مواطن الفتنة،
يذهبون ليقاتلوا في مواطن الفتنة التي لا يجوز أبدا الدخول فيها. وكما تعلمون الشباب في العصور الأخيرة وفي السنين الأخيرة اغتروا كثيرا ببعض الدعوات الضالة والمنحرفة من أمثال ما يدعو به الخوارج وداعش وغير ذلك من رؤوس الفتنة ورؤوس الضلال والانحراف، فاغتروا بهذه الدعوات الباطلة. وكم قد نصح العلماء ونصح المسؤولون ونصح العقلاء الشباب أن يحذروا من هذه الدعوات وأن يبتعدوا عن مواطن الفتنة. هذه مواطن فتنة، مواطن ضلال، قتال على عصبية، قتال على عمية جاهلية لا يجوز أبدا الدخول فيها ولا يجوز المشاركة في مثل هذه المواطن، خاصة إذا منع من ذلك ولي الأمر. يجب طاعة ولي الأمر في هذا الشأن. إذا ولي الأمر منعك أن تذهب إلى موطن من المواطن للقتال فيها، يجب عليك وجوبا شرعيا أن تطيع وأن تسمع وأن تحذر من مخالفة ولي الأمر في هذا الشأن. كما أن ولي الأمر إذا استنفر الناس يجب عليهم أن ينفروا، وهذا من مواطن وجوب الجهاد العينية، يعني التي يتعين فيها الجهاد على كل مسلم، على كل فرد من أفراد المجتمع. من هذه هي ثلاثة مواطن. من هذه المواطن إذا استنفر الإمام الرعية، يعني إذا قال الإمام أو ولي الأمر يا مسلمون يا أفراد شعبي يا اخرجوا للقتال، إذا قال ذلك يجب أن يخرج المسلمون للقتال، لأن الإمام استنفرهم، لأن ولي الأمر استنفرهم. أما إذا كان ولي الأمر والإمام أو الحاكم لما يعرف من مصالح وما يعرف من أمور نحن لا نعرفها ولا نطلع عليها منعنا من أن نشارك في قتال في موطن من المواطن، يجب علينا وجوبا شرعيا أن نطيع. ومن خالف فقد عصى إمامه، ومن عصى إمامه فقد عصى الله عز وجل. من يطع الأمير فقد أطاعني، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن في طاعة الله عز وجل. فهذه من الأمور المهمة، من الأمور التي غفل عنها كثير من شبابنا اليوم، واغتروا بمثل هذه الدعوات الباطلة والدعوات الضالة والمنحرفة التي ابتلي بها المسلمون في هذه الأزمان المتأخرة وفي هذه العصور المتأخرة. وتعلمون يا الإخوة أن هناك أعداء كثيرون، وأن هناك متربصون وحاقدون بأمتنا وخصوصا ببلادنا، بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية وبلاد المسلمين جميعا، متربصون وحاقدون يريدون إشعال الفتنة وإشعال الخروج على طاعة الله عز وجل وعلى ولاة الأمر، فيبثون مثل هذه الدعايات المضللة ومثل هذه الأخبار المضللة ومثل هذه الدعوات المنحرفة والضالة التي تريد من أبناء المسلمين أن يخرجوا فيجتمعوا في مكان حتى يسهل تدميرهم وقتلهم وإحراقهم. وهذا ما حصل في بعض المواطن كما تعلمون. فيجب الحذر أيها الإخوة من هذا الأمر. وهذا من عظيم فقه ابن عمر رضي الله تعالى عنه، كما تعلمون نهى هذا الرجل أن يعطي جمله لأبي العجلان، لأن هذا وأصحابه كما قال، يعني هذا الرجل أبو العجلان وأصحابه إنما يقاتلون في سبيل غلمان، يعني في سبيل الدنيا، قتال فتنة، أيهم يأخذ الطابع ويحظى بالأمر والنهي. فلذلك ينبغي للمسلم أن يحذر مثل هذه الدعوات، مثل هذه الأمور المضلة، وأن يسأل أهل العلم وأهل البصيرة، وأن يسمع لما يأمره به ولاة الأمر، فإنهم أبصر منه وأعلم بخفيات الأمور وبما يكون من المصالح والمفاسد. وهذا دين أيها الإخوة نتدين الله تعالى به، هذا دين نتدين الله تعالى به، وهو طاعة ولاة الأمر وطاعة علمائنا. فيجب علينا أن نحفظ هذا الأمر وأن نراعي هذا الأمر، وألا نسمع إلى المشككين والمغرضين والأعداء، وما أكثرهم في هذا الزمان، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. إذن الشاهد من هذا الأثر العظيم أيها الإخوة هو قول ابن عمر رضي الله عنه يا بني، وهذا كله كما قلنا من باب الأدب وملاطفة الصغار ومعنى ملاطفة المدعو بهذه اللفظة اللطيفة الحبيبة إلى النفس. هذا الأثر أيها الإخوة ضعيف السند لوجود عبد الملك كما قلنا، فإنه مجهول لوجود أبي العجلان.
لوجود أبي العجلان، كما قلنا فإنه مجهول الحال، لكن وردت له بعض المتابعات والشواهد خاصة عند أبي إسحاق الفزاري في السيرة، فحسن بذلك الإسناد. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني زيد بن وهب قال سمعت جريرا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. نعم. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني زيد بن وهب قال سمعت جريرا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. سبق هذا الحديث بكماله في باب من لا يرحم لا يرحم في صفحة 66، وشرحناه هناك بالتفصيل. نعم. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك قال سمعت قبيصة ابن جابر قال سمعت عمر أنه قال: من لا يرحم لا يرحم، ولا يغفر لمن لا يغفر، ولا يعفى عمن لم يعفو، ولا يوقى من لا يتوقى. نعم. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة أخبرني عبد الملك قال سمعت قبيصة. قبيصة ابن جابر رحمه الله، قبيصة بن جابر بن وهب الأسدي من خيار التابعين، وروى عن كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، توفي عام 69 للهجرة. وقبيصة هذا رحمه الله هو صاحب الأثر المشهور، لما كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع عبد الرحمن بن عوف في مكة في أيام الحج، فجاء رجل يسألهم عن قتل الصيد في الحرم، ما حكمه وماذا يفعل به؟ فعمر رضي الله عنه تطبيقا للآية وللأدب الذي ورد في الآية التفت إلى عبد الرحمن بن عوف يشاوره في تقويم هذا الصيد، ماذا يقوم؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به إيش ذوى عدل منكم. فعمر رضي الله عنه مع أنه فقيه، هو أفقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد أبي بكر، ومع ذلك لم يستقل بفقه، بل شاور عبد الرحمن بن عوف تطبيقا لهذه الآية. فلما شاهده قبيصة وكان معه الرجل آخر، وكان قبيصة في ذلك السن، في ذلك الوقت حديث السن صغير السن، يعني ما عجبهم الوضع، قال: كيف عمر رضي الله عنه يسأل عبد الرحمن؟ يعني اتهموا أو يعني تكلموا في هذا الفعل من عمر رضي الله عنه، يعني لو أنه كان يعلم ما سأل عبد الرحمن بن عوف. فعمر رضي الله تعالى عنه ما كان يدري بهذا الأمر، لكن بلغه أن قبيصة قال ذلك، ثم استدعاه وعلاه بالدرة، يعني ضربه على رأسه وقال: إن الرجل لتكون فيه تسعة أعشار من الخلق الحسن، فيفسده خلق واحد، فيفسده خلق واحد. وهذا يعني فيه أدب أيها الأخوة وتربية، الإنسان يجب عليه أن يتحلى بالأخلاق. فبعض الناس قد يكون ما شاء الله في جوانب كثيرة من أحسن ما يكون، إلا في جانب معين، لكن هذا الجانب المعين يطغى على الجوانب الأخرى فيفسد الجوانب الأخرى. فالرجل قد يكون فيه يعني 19 خلقه من الأخلاق الفاضلة والأخلاق الحسنة، لكن عنده خلق واحد أو جانب واحد من شخصيته وتعامله يفسد عليه بقية الأخلاق، كما ذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام عن امرأة أنها كثيرة الصوم والصلاة والصدقة إلا أنها تؤذي الناس بلسانها، قال: هي في النار، قال: هي في النار. فانظري أخي الكريم يعني إلى هذا الأمر العظيم، يعني جانب واحد ومع ذلك طغى على الجوانب الأخرى. هذا من خبر قبيصة رحمه الله من شأنه. قال: سمعت عمر يقول، هذا الأثر عن عمر من قواعد السلوك أيها الأخوة والتربية، ومن الأمور المهمة التي يجب على كل مسلم أن يراعيها وأن يربي نفسه عليها. قال عمر رضي الله عنه: من لا يرحم لا يرحم، وهذا سبق الحديث عنه في مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
ثم قال: ولا يغفر لمن لا يغفر، ولا يعفى عمن لم يعفو. يعني الواجب على المسلم أنه إذا جاء رجل فأخطأ عليه ثم استغفر وتاب من هذا الخطأ وطلب منه العفو والسماح والرحمة والصفح، أن يقبل ذلك وأن يعفو، هذا الواجب، لا أن يصر على عدم المغفرة وعدم الصفح والعفو، فإن ذلك ليس من كرائم الأخلاق ولا ينبغي أن يكون هذا. لا يغفر لمن لا يغفر، ولا يعفى عمن لم يعفو، يعني ليس من كرائم الأخلاق هذا، وأيضا من جزاء ذلك أن الله لا يغفر لك ولا يعفو عنك، لأن الجزاء من جنس العمل، وهذه قاعدة من أعظم قواعد السنن والسلوك والتربية، أن الجزاء من جنس العمل. يجب على كل مسلم أن يستحضر هذه القاعدة في حياته العملية وفي أخلاقه وتعاملاته وفي أقواله، ليعلم أن كل عمل يعمله مع الناس سوف يلاقي جزاءه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فالجزاء من جنس العمل. فمن عفى عن الناس وأصلح وسامح الناس وغفر لهم ورحمهم جازاه الله عز وجل بأن يرحمه ويغفر له ويعفو عنه، وهذا أمر معلوم وأمر مشاهد. ثم قال عمر رضي الله عنه: ولا يوقى من لا يتوقى. وهذه أيضا من أعظم قواعد السلوك والتربية، الإنسان الذي لا يحرص على أن يبتعد عن وسائل المعصية وأسباب المعصية ومداخل الشيطان ومواطن الريب والتهم والشك، ولا يتوقع هذه الأمور، لا يوقيه الله عز وجل ولا يحفظه ولا يمنعه منها، بل إنه يخليه ونفسه فيقع فيها ويتلبس بها ويتلطخ بها، نسأل الله العافية والسلامة. فالإنسان يجب عليه أن يحرص على أن يبتعد عن كل سبب يؤديه إلى معصية أو يفتح له باب المعصية، فيقفل هذا الباب تماما ويغلق هذا الباب، لأنه من باب الوقاية، من باب الوقاية يتوقى الإنسان هذه المعاصي ويحرص على أن يبتعد عنها. وكما ذكرنا في اللقاء الماضي أن الله عز وجل قال: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، قال لا تقربوا الزنا، يعني لا تقربوا الوسائل والطرق التي تؤدي إلى هذه الفاحشة العظيمة وهذه الكبيرة المنكرة التي حرمتها كل الشرائع السماوية وكل الأديان التي أنزلها الله عز وجل. فالإنسان يبتعد عن كل ما يؤدي به إلى الفاحشة، لأن هذا من باب الوقاية والتحصين، يجب أن يحصن الإنسان نفسه. فلذلك حرمت الشريعة إطلاق البصر وأمرت بغض البصر من باب الوقاية، أمرت الشريعة ألا يستمع الإنسان إلى محرم من باب الوقاية، أمرت الشريعة أن يتحرز الإنسان في الأكل والشرب أن يكون من حلال، وأن يحرص على طرق الحلال وأبواب الحلال حتى لا يقع في الحرام والمنكر. حرمت الشريعة كثيرا من المعاملات في البيوع وغير ذلك حتى لا يقع الإنسان في الربا أو في صريح الربا أو غير ذلك، كل هذا من باب الوقاية. فعمر رضي الله تعالى عنه يقول هنا: ولا يوقى من لا يتوقى، ولا يوقى من لا يتوقى، يعني لا يمنع ولا يوفق العبد إذا هو لم يحرص على التوفيق والسداد والبعد عن المعاصي. وإذا الإنسان ما حرص على أن يبتعد عن المعاصي سيقع فيها ولا شك، وسوف يخذله الله عز وجل، وسوف يخليه ونفسه، ولا يبالي الله تعالى به في أي أودية الدنيا والمعاصي هلك، نسأل الله العافية والسلامة. أما الذي يتوقع ويتحصن ويحرص فإن الله يوفقه ويعينه ويأخذ بيده ويأخذ بناصيته للبر والتقوى، ويمنعه من الوقوع في المعاصي، ويحميه من المعاصي، ويحميه من الدنيا وزخارفها ولذاتها. وإن الله عز وجل ليحمي عبده المؤمن من الدنيا كما تحمون مريضكم من الأمور التي تضره والتي تؤثر فيه، فالله عز وجل يحمي عبده المؤمن من المعاصي ومن الزخارف الدنيا وغير ذلك حتى لا يقع فيها، لأنه كريم على الله عز وجل.
فالمؤمن الصادق المخلص كريم على الله عز وجل، ومن كرامته على ربه أنه يحفظه من الوقوع في المعاصي، ويحفظه من كل مواطن الريبة والتهم والشك وغير ذلك. فالمقصود يا الإخوة أن كلمة عمر رضي الله تعالى عنه هذه من أعظم الكلام ومن أجله قدرا، فهو من يخرج من مشكات النبوة، وهو ما تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تعلم أن عمر رضي الله عنه من كبار بل من أفقه الصحابة رضي الله عنه بعد أبي بكر الصديق، يقول من لا يتوقع من لا يتوقع من لا يوقع من لا يتوقع لا يوقع، يعني من لا يحافظ على نفسه ويبتعد عن المعاصي ومواطن الرياب وغير ذلك، فإن الله عز وجل من باب الجزاء من جنس العمل لا يحفظه ولا يمنعه ولا يوفقه للابتعاد عن المعاصي وغير ذلك. وكما قلنا من أعظم الأمثلة التي تذكر في هذا المقام هو يوسف عليه السلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قد كان في ذلك الوقت شابا حديث الشباب والقوة والشهوة وغير ذلك، وكان غريبا، كان في بلد غربة، ومن التي تدعوه الفاحشة امرأة العزيز، وقد هيأت كل الأسباب وكل الوسائل ومنعت أي أحد أن يدخل عليهم، اتخذت كل الاحتياطات وكل الوسائل وهيأت الأمر بكامل ما يمكن أن يذكر، وأغلقت الأبواب وتهيأت لهذا الأمر وتزينت وفعلت كل ما يمكن أن يغري يوسف عليه السلام وهو في عنفوان شبابه وفي غربة. الإنسان لما يكون في غربة قد يهون عليه الأمر، إنه ما أحد يعرف، ممكن يفعل ما يشاء، لكن يوسف عليه السلام كان يراقب الله سبحانه وتعالى وكان يخشى الله سبحانه وتعالى. لذلك قال معاذ الله، معاذ الله، حينما راودته عن نفسه وغلقت الأبواب وتهيأت وقالت هئت لك، قال معاذ الله أن يكون هذا الأمر، فترفع عن هذا الأمر وتعفف عن هذا الأمر. ثم ابتلي ابتلاء عظيما آخر حينما جاءت الامرأة العزيز وأعدت له متكأ للنساء متكأ ودعت النساء ثم أخرجته إليهم، ومن دهشة النساء بجمال يوسف عليه السلام قالوا ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم، وقطعنا أيديهن بالسكين التي وضعتها لهم ليأكلوا الطعام. هذا فتنة أيها الإخوة، فتنة من أعظم الفتنة، من أعظم الفتنة، ولا يصبر في ذلك الموطن إلا من صبره الله وإلا من علم الله منه صدق النية. وهذا ما كان من يوسف عليه السلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، كان صادق النية مخلصا لله، لأنه من عباد الله المخلصين والمخلصين، فأخلص لله وصدق مع الله، فصدقه الله عز وجل وعفه ومنعه وحفظه من أن يقع في هذا الأمر العظيم. فلما رأى هؤلاء النساء يفعلون هذه المنكرات معه ويريدونه يراودونه على الفاحشة، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. والله السجن أحب إلي من هذه الفتنة العظيمة التي كانت تريدها هؤلاء النساء. فسجن يوسف عليه السلام بسبب هذا الأمر، وكان عفيفا عليه الصلاة والسلام، فجازاه الله سبحانه وتعالى أن أخرجه من السجن وجعله عزيز مصر، جعله عزيز مصر. وما ورد في بعض الروايات أنه تزوج من هذه المرأة، هذا غير صحيح، هذه رواية إسرائيلية ولا تصح، ولكن جعله الله عزيز مصر، وهذا جزاء العفة والابتعاد عن الفاحشة والابتعاد عن المنكرات، أن يحفظك الله عز وجل ويجازيك أعظم الجزاء. لذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أن الذي يجعل الناس أو كثير من الناس يقعون في المعصية بسهولة أنهم لا يتذكرون أنهم لو تركوها لأعطاهم الله عز وجل أعظم منها وألذ منها وأحلى من هذه المعصية لو تركوها لله عز وجل. لذلك من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فيعوضك الله سبحانه وتعالى من ترك هذه المعصية وهذه اللذة الفانية الحاضر التي تواجهك، يعوضك الله عز وجل، فيفتح عليك باب الأنس به ومحبته ولذة مناجاته
والحرص على الخيرات والمسارعة إلى الصالحات وغير ذلك، إضافة إلى ما يكون لك من عزة النفس وشرف النفس والمروءة والنبل والكرم والأخلاق التي توصف بها حينما تبتعد عن المعاصي وعن المنكرات وعن مواطن الريب والتهم والشك. فإن الله عز وجل من كرمه سبحانه وتعالى أن الرب شكور عز وجل والرب كريم سبحانه وتعالى، إذا أقبلت إليه أقبل إليك بما لا يخطر لك على بال. من أتى إلى الله عز وجل يمشي أتى الله إليه هرولا، ومن تقرب إلى الله ذراعا تقرب الله إليه شبرا، ومن تقرب إليه شبرا تقرب إليه باعا. هذا كرم الله عز وجل، هذا كرم الله عز وجل. من أكرم من الله؟ إذا أقبلت على الله عز وجل فتح لك ما لا يخطر لك على بال من الخيرات والعلوم والمعارف والأنس به والشوق إليه ومحبته والتلذذ بطاعته.